لا هاد الناس ما علموش، انا غير ضيف جيت عند نسابي، لان الشيء اللي شفت هادشي ماشي معقول، حرام في الدين كاع. الله سبحانه وتعالى ما كيبغيش هذا المنكر، الله سبحانه وتعالى يقول لقد حرمت الظلم على نفسي وجعلتهم بينكم حرام. هاد الناس ظلموا على هاد الناس، واش هادي دابا تخنعك بالله؟ دابا هادي ماشي مأساة، هادي الناس ولا عايشين في سوريا، في سوريا وما نقولوا احسن من هادشي كاع، عيب كاع. الناس ما علمهمش، كون غير علمهم تجي واحد الورقه من الولايه ويعلموا هاد الناس على الاقل 3 موا ولا 4 موا، وديك الساعه كل واحد راه غيهز حوايجو غيمشي فين ما بغى يمشي يمشي. هذيك الساعه ما عند السلطات ما دير لهم، باش تجي دابا وغدو تبدا تهدم هذا غتخرجوا اشنو هادشي ظلم؟ هذا التعدو. كاينين الناس حرمات بجوجين. دابا المشكل فين كاين المشكل؟ المشكل في التعليم. الدراري الصغار فين غادي يمشيو هاد الناس هادو؟ دابا من اليوم الناس دايرين الكياطن وبيتين هنا، الناس خدامين، غيخلي مرتو غيخاف عليها، عنده حوايجو غيخاف عليهم، لان بزاف الحوايج ما يتقال. حنا غنبقاو في الزنقه. دابا انا غنعطيك مثال كعائله، عندي با وثلاثه الخوش، با تيبيع الخضره شحال كاع غيشد في النهار؟ 70 درهم ياك. فين غنمشيو نكريو حنايا؟ فين غنمشيو نكريو؟ ما عندناش باش نكريو. دابا دارنا مشردين، عندي خشي شدير ترويض خاصها 12000 ريال في الشهر، ابار فلوس خاصها با تيشد 70 درهم في النهار تيبيع الخضره، وانت خشي تشوفينا مو خرجين للزنقه. فين غنمشيو دابا خشي؟ سادو اللي خارجين راه غادي للزنقه، والله غادي. كوني متاكد الناس ديالهم غادي للزنقه، من هذوك اللي على الاقل يعلموهم. وفين غادي تكري؟ الاقل البارطمان هنا في عين السبع دايره 3000 درهم، سمعتيني؟ وما كايناش هادشي، راه لا اله الا الله، اللهم ان هذا لا منكر، الله ياخذ فيهم الحق. ما علمونا ما والو. حنا راه حي حمال في طواكي ماشي دوار اختي، راه تدوري تشوفي تشد الدرب وغتشوفي الكاريانات الاخرين غيبان لك انقى درب هو هذا. حنا عندنا حي ماشي دوار، كاينين دوار فهمتي، كاينين دوار بلا ما نجبدو. حنا عندنا حي حمال في طواكي ماشي دوار، دري القير كاينين بولسيه كاينين قوداش، راه انت واقيله راه تعرفي هادشي. سيدي حجاج ساكنة في سيدي حجاج اختي، ما كاين لا طرقان لا والو، ما كاين لا سبيطارات لا مرافق لا والو، باغي يديو هاد الناس يشردوهم دعيناهم سيدي ربي. هادشي اللي غنقول لكم اختي، ما علمونا ما والو، ما عطاونا حتى شي ايد ما والو. كلفوا واحد اللجنه عطاها العامل شهر تعاهدوا عليها، ما علمونا ما والو، وخلاو هاد المواطنين بحال هكايا. هاد اللجنه ديال الساكنه هما سبب هادشي هذا. اليوم هاد الناس هادو تنشوفوهم ظلموا، هاد الناس دافعوا على الوطن، دافعوا على ايامات الاستعمار، كانوا الناس يدافعوا، واليوم الناس خدامه 30 عام هنايا في حي الصناعي، والناس تشل البحر تجيب بوزروك وتجيب الروطال، اما غيصيفطهم لقيت سيدي حجاج هنا حشومه وظلموا. الرساله ديالنا لصاحب الجلاله نصر الله تنقول له بان هنايا حشومه وحاله كارثيه اللي واقع في عين السبع وبالضبط في اقليم الدار البيضاء الكبرى. الناس عايشه 120 عام هنا في كاريال الواسطي في 83 قلبوا لهم حي حمر. اليوم الرساله ديالنا جلاله الملك لا مسؤول شاف في هاد الناس، لا احد شاف في هاد الناس. هاد الناس اللي غيمشيو يكريو ما عندوش باش يكريو، ما عندوش اللي غيمشيو. الرساله ديالنا صاحب الجلاله هو اللي خاصو يجي يدخل بعين الاعتبار ويشوف ان الناس اللي دافعت على الوطن فين غتمشي دابا. الناس تهبط للبحر تمشي تجيب بوزروك تمشي تجيب الروطان، والناس خدامه 30 عام في حي الصناعي وفي حي السماء، والان فين غيمشيو هاد الناس اللي غادي يهاجروا؟ الرساله ديالنا معروفه ومشكوكه الان، لا واحد شافيهم، لا عامل عين السماء، لا قائد، لا والد الدار البيضاء، لا وزاره الاسكان، لا وزير الداخليه. تا واحد ما شاف في هاد الناس اللي دافعوا على الوطن، والناس اللي ضحات من اجل الوطن، والناس اللي وقفت من اجل الوطن. واليوم هاد الناس جاهم بالقوات المساعده وجاهم بقوه داخمه باش يهاجموهم.